واخر يقول: هل يكفي التليفون للاتصال بالاقارب دون الذهاب اليهم؟ لان عندي عذر، هو ان امي تعيش معي وهي مسنه، ومن الصعوبه ان اتركها في البيت. نعم، يكفي تصلهم بالهاتف وتسال عن حالهم وترسل لهم ما يحتاجون اليه اذا قدرت وكانوا في حاجه، يكفي هذا. ليس من اللازم الذهاب بالرجع اذا لم يتيسر ذلك. المكاتبة والبرقية والهاتف تقوم مقام الزيارة بقدم إذا لم يتيسر ذلك.